اليوم تناولنا برنامج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتأثيره على الاتصال الحكومي. في الحقيقة تناولنا عدة محاور: مفاهيم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن لنا توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاتصال الحكومي، وكيف ممكن نحن نزيد إنتاجية المؤسسات سواء الاتصال على مستوى الإذاعة، التلفزيون، المحتوى الرقمي، المطبوعات اللي ممكن نحن ننتجها على مستوى الإعلام، وكيف ممكن نحن فعلا نطلع بمخرجات تليق بالأهداف الاستراتيجية للاتصال الحكومي. العام في Exposure 2022 كان عندنا ورشة تصوير فلكي متقدم Advanced Arts Photography Workshop، كانت عبارة عن قسمين: قسم التكنيكس والأكاديميك نوليدج، وقسم البوست بروسيسنج. حكينا فيها على كل أنواع الأرت فوتوغرافي بطريقة البوست بروسيسنج معهم، وكيف إن المصور يتعلم كل هذا بغاية الدقة، وكيف إنه كمان يرتقي باللي تعلمه ليعمل مشروع فلكي أو يعمل مقالة أو ينشر صورته في مجلة عالمية.